ندعو إلى المنصة سيدتي مسؤولة المشروع القرآني، وكذا كل من المشايخ، الشيخ عقبة بن دعيمة، الشيخ محمد عمرون، الشيخ جمال شلباب، والشيخ شعراوي محمد، لتكريم أول مجموعة من خاتمي 2023. التالية أسماؤهم: عاشور أحمد ياسين، بغرارة عبد الرزاق، حيمر سعيد، بريكي مصطفى، ليندا سعادة، بوساق ياسمين، صابرة بوقرة، فتيحة قواوي. للحافظات اليوم عيون.